السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم ديكريب على غلاس جو كافي لعشاق القهوة والذوق الرفيع. نبدأ بلا غلاس على بركة الله. باش نطلعوا لكريم فريش لازم ريسيبيون نحطوا فيه لغلاسون. انا حبيت نستعمل هذو لساك دو غلاسون، اكياس مكعبات الثلج اللي هما في الحقيقة طري براتيك وما يدولكمش بلاصة في الكونجيلاتور. نفرغوا لغلاسون ونحط عليه شوية ماء ونجيبو ريسيبيون اللي يدخل في الأول كما راكم تشوفوا. نحتاجو زوج كيسان كريم فريش، أنا اللي استعملت هبلة بزاف بنينة. ماذا بكم لكريم فريش تكون باردة مليح وكي تجو تستعملوها خرجوها مباشرة من الفريجيدار. نطلعوها بالباتر ونشعلوه لو ماكسيموم. انا هاد لي غلاسون اللي درت عاوني بزاف باش تطلع رابيدمون. بعد ما طلعت ولات كيلاموس نزيدو عليها كاس حليب محلى مركز لو لي كونسونطري تاع نيستلي. بويسك راهو اون بروموسيون هاد اليامات جي بروفيتي نخدم به للديسير. ونعاودو نخلطو كلش بالباتر. نزيدو زوج مغارف تاع نيسكافي قهوة سريعة الذوبان ونخلطوها حتى وين تذوب شوية. هنا ما تقلقوش كي يقعدو لكم حبات من القهوة راحين يعطيو لها ذوق هايل في الاخير. راكم تشوفوا كيفاش تبدلت الكريمه اللون تاعها ولات سي دو بلون كاسي. ونخلطوها بيان كيما راكم تشوفوا، وفي الاخير نزيد لها شويه شوكولا رابي ونخلط جوست بلا سباتول. نعمروها في لي بواط تاع زجاج. انا جاوني زوج كيما هذو، كمية لاباس بها الله يبارك. كل ما نحط طبقة تاع لاكلاص ندير لها شويه كراميل باش يجيونا لي بول تاع لاكلاص شابين. انا هنا درت 3 كوش، كل ما نديرين كوش ندير لها شويه كراميل. ميم بول لو كو ثاني تجي مليحه، تجي ما شاء الله. ونزيد لها الطبقه الاخيره ونفينيها. نمسح بيا لا بواط بسوبانا ونديرها في الكونجيلاتور لمدة 5 سوايع. باش نبدلو شوية حبيت نرفق لي كلاص تاعي بلي كريب، وهذه وحدة من أسهل الوصفات تاع لي كريب. عندنا كاس حليب نزيد عليه مغرفة صغيرة تاع قهوة وشوية ملح ومغرفه كبيره تاع شوكولاته الطلي، واللي ما عندوش يقدر يستعمل زوج مغارف كبار كاكاو ويزيد زوج مغارف كبار سكر. نخلط كلش مليح بالفوي برك، ما نحتاجش الباتر. ونزيد عليه حبه بيض وزوج مغارف كبار زبده ذايبه ونعاودو نخلطو مليح. من بعد نزيدو كاس فارينا مغربله بيان شير ونخلط كلش. هذه هي لاباراي كريب بيان ليس الله يبارك.
لازم ما يجوش فيها ليغريمو، بصح انتوما ولا صبتوا فيها شويه ليغريمو ما عليكم غير تصفيوها. فلاكريبيير نديروا شويه زبده نمسحوها بالسوبانه ونحطوا كميه تاع لاباريا كريب حساب لا ديمونسيون تاع المقله، المهم ما يجوكمش خشان. سيو كيفاش يجيكم رقاق باش يجوا شابين ويجوا ملاح. نخلوها على نار قليله ابتي فو حتى وين تنشف مليح من الفوق، من بعد نقلبوها ونخلوها تطيب في غرضها من الجهه الثانيه. ما نحيوهاش بالخف باش تجيكم كروستيونت. هذه نحيها هكذا كاملة باش نخدم بها الكورني. نخدم معكم طريقة ثانية في التقديم اللي تعرفوها كامل. كي نطيب لاكريب من الجهتين نطويها على اثنين ونحط عليها مغرفة كبيرة شوكولا تارتيني. هنا لكم الاختيار، لا حبي يدير نوتيلا ولا اوبتيلا ولا ماكسون له الاختيار. نزيد عليها دي رونديل تاع البنان ونغلقها. نجوز للدريساج تاع لو كورني دو كريب. نحيو لاكلاص تاعنا 15 دقيقة قبل الاستعمال باش ما تجيكمش يابسة، ونحطوا لي بول كيما راكم تشوفوا. انا عمرت بيان لو كورني تاع لا كريب. وحطيتو في لاسيات وديكوريتو بالعنب ولي سيريز كونفيت وطوبينغ كراميل واللوز إيفيلي. نزيدو نعمرو لي كوب باش نرفقو لي كريب تاع البنان والشوكولا. هذا هو لو ديسير ديالنا نهار اليوم، نتمنى يعجبكم وما تنساوناش بالإعجاب والاشتراك في القناة. بالصحة والراحة وتربحوا إن شاء الله.